عقد مجلس امناء الحوار الوطني اجتماعا بمقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب لمناقشه استكمال الحوار الوطني في المرحله المقبله وخاصه ما يتعلق بالحوار الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل اعمق واشمل واكثر فاعليه في المرحله المقبله لما تمر به الدوله والمجتمع من ظروف اقتصاديه دقيقه وناقش الاجتماع شكل الجلسات المقبله بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصاديه للتركيز على اطروحات ومبادرات قصيره ومتوسطه الاجل قابله للتطبيق وتقرر كذلك ان يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشه القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحله السابقه بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي وتحديد جلسات قريبه لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والابداع ومن جانبه اكد مجلس امناء الحوار الوطني على دعوه الحكومه في كل الجلسات المقبله مثمنا استجابه الحكومه لتنفيذ مخرجات المرحله السابقه من الحوار وداعيا الى ضروره الالتزام بها